ودي ادق طريقه نعرف بيها احنا بنشرب ميه كفايه ولا لا. شرب الميه بانتظام وبكميات مناسبه من الحاجات الاساسيه ان احنا لازم نبقى مهتمين بيها. بالنسبه للكميه اللي احنا المفروض نشربها في اليوم فدي بتعتمد على كذا حاجه. هي كنصيحه عامه المفروض ان احنا نشرب في اليوم 3.5 لتر ميه للراجل و2.5 لتر ميه للست، بس مشكله الارقام دي انها مش بتاخد في الاعتبار الوزن بتاعنا. فحاجه ادق شويه هي ان احنا نشرب لتر ميه لكل 23 كيلو جرام من وزننا. بمعنى ايه؟ بمعنى لو واحد وزنه 70 كيلو مثلا فهو يبقى محتاج تقريبا 3 لتر ميه في اليوم. ولو عايزين نبقى ادق اكتر فمحتاجين نعرف ظروف المكان اللي الواحد عايش فيه والمجهود اللي هو بيبذله. بمعنى لو واحد عايش في مدينه حر وبيتمرن كتير فده هيخليه يعرق اكتر ويخسر ميه اسرع، فهيكون محتاج ان هو يشرب ميه اكتر. وطبعا العكس صحيح لو واحد عايش في مدينه برد وما بيعملش مجهود كبير. وادق حاجه عشان نتاكد ان احنا بنشرب ميه كفايه ان لون البول يكون فاتح. فنفتكر دايما ان احنا نشرب ما بين الوجبات وما نقعدش فتره طويلة لغاية ما نحس بالعطش. ولو عندكم اي اسئلة تانية ابعتولي وانا هرد عليكم.